الحكومة رسمت خطة القضاء على أزمة الدولار في مصر وانتهاء السوق السوداء وتوفيره في مصر، وبدأت تنفذها على أرض الواقع، وبدأت كل وزارة في التحرك في الجزء المحدد ليها، وجزء كبير من خطة ضرب الدولار واقفة على وزارة النقل اللي نجحت في تنفيذ ضربة قوية لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية ببدء تشغيل خط الرورو مع إيطاليا. يا ترى إيه هي حكاية خط الرورو؟ وإيه الاستفادة اللي هتعود على مصر من الخط ده؟ والعائدات بتاعته هتكون كام؟ بانكير، نبض البنوك. جزء كبير من القضاء على أزمة الدولار في مصر قائم على زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية، مما يوفر العملة الخضراء للدولة المصرية، بالإضافة لخفض فاتورة الاستيراد، وده واحد من النقاط اللي الحكومة هتشتغل عليها الفترة الرئاسية الجديدة وفقاً لما جاء في وثيقة الاستراتيجية الوطنية 2030. وزارة النقل بدأت في تنفيذ بند من البنود المطلوبة منها في الاستراتيجية الوطنية 2030، ووقعت اتفاقية ما بين حكومتي مصر وإيطاليا للنقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقصورة باستخدام خدمات الدحرجة الرورو، وهو أسلوب مستخدم في نقل البضائع ما بين الدول من خلال خط بحري بتصدر منه المنتجات على شاحنات بتنقلها عبارات سفن عن طريق الدحرجة. إيه هو مشروع الرورو وحكايته إيه؟ مشروع الرورو بدأ العمل فيه سنة 2010 وتوقف لمدة 9 سنوات، وعادت المفاوضات لتشغيله منذ عام 2019، وبيقوم على تشغيل خط نقل بحري سريع مع ميناء دمياط حتى ميناء تراستا الإيطالي، وبيهدف لتخليص المنتجات وسرعة التبادل التجاري للبضائع سريعة التلف قبل وصولها من خلال رقمنة الجمارك في مصر وإيطاليا. الفريق كامل الوزير وزير النقل قال ان الحكومه شغاله لانهاء التعاقد على تشغيل خط الرورو منذ 4 سنوات، وبيقوم على تشغيل خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتى ميناء تراستا الايطالي، وده هيدي فرصه للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعيه سريعه التلف من مصر لاوروبا عبر ايطاليا. وزير النقل قال كمان ان الحكومه المصريه حصلت على منحه من الاتحاد الاوروبي للقيام بالتوأمه ما بين الجمارك المصريه والايطاليه، وتم حل جميع العقبات الخاصه بالنقل البري، وبيتبقى مطلب واحد وهو تنسيق الحاصلات الزراعيه اللي هيتم تصديرها من مصر لايطاليا. وكمل كلامه وقال ان الاتفاق بينص على تخفيض الرسوم الجمركيه على البضائع من 26,000 دولار ل 3,000 دولار، وان خط الرورو هو جزء من مشروع ضخم لربط مصر ودول قاره افريقيا من خلال التوأمه مع الجمارك الايطاليه. البدايه هتكون ما بين ميناء دمياط وتراستا الايطالي، وهتكون بوابه الدخول لكافه الاسواق الاوروبيه والعربيه والافريقيه بشكل اسرع. الدكتور محمد معيط وزير الماليه قال ان مشروع الرورو جزء من طموح مصر لزيادة وتسريع التبادل التجاري ما بين مصر وإيطاليا من السلع اللي بيحتاجها السوق الأوروبي، وان الدولتين هيعملان على إقامة مناطق لوجستية لنقل البضائع المصرية وكمان الإيطالية. طب وازاي مصر هتستفيد من خط الرورو في الوصول للدول الأوروبية؟ أعلن رئيس ميناء تراستا ورئيس الموانئ الأوروبية إن هيتم عرض خط الرورو الجديد في برلين في شهر فبراير القادم، خصوصاً إن ميناء تراستا بيدير حركة التجارة مع عدد كبير من الموانئ الأوروبية، مما سيسهل التبادل التجاري مع دول قارتي أوروبا وأفريقيا. عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قال إن مصر بتصدر 12 مجلس تصديري لإيطاليا، وإن المشروع الرورو هيرفع القدرة التنافسية للمصدرين المصريين وهيساعد في تصدير المزيد من الحاصلات سريعة التلف، خصوصاً إن الحكومة المصرية كان عندها صعوبة في تصدير الحاصلات الزراعية سريعة التلف للدول الأوروبية بسبب التعقيدات التشريعية، وهو ما تم حله في النهاية. بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام والسنين اللي جاية. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.